السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والذي سنشاهد من خلاله نزال قوي بين المقاتلة المغربية غزلان الزواق ضد منافستها البرازيلية والتي تحمل الجنسية الفرنسية. إليكم أهم تفاصيل هذا النزال، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. المقاتلة المغربية غزلان هي صاحبة الركن الأحمر، فيما منافستها هي صاحبة الركن الأزرق. مع بداية النزال استقبلت غزلان بعض اللكمات المستقيمية من منافستها، لكن وبعد ذلك دخلت في جو النزال لكي تستأسد أمام أنظار الجميع. مع بداية الجولة الثانية دخلت غزلان لكي تنهي هذا النزال إما بالإخضاع أو بالضربة القاضية. يعني كما شاهدتم بهذه الطريقة استطاعت المقاتلة المغربية غزلان الزواق الفوز على منافستها البرازيلية فرنسية الجنسية. هذا كل ما لدينا، نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.